ايش ايش اتفضل. واحد اثنين ثلاثة اتفضل. أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم مع أول حلقة ليا على منصة البث المباشر. وإن شاء الله النهاردة هشرح لكم أول درس علينا في المنهج اللي هو ليكتسيوني تسين، اللي هو اسمه زي ما انتم شايفين قدامكم كده دي جيزوندا هايت. كلنا عارفين طبعا الجيزوندا هايت دي هي عبارة عن الصحة، وبتسويها كمان كلمة اسمها داس بيفندل. الطبيعي ان احنا لما بنسأل اي حد على الجيزوندا هايت بتاعته او على حاله بنسأله في جيتس دي، ولو هو حد اكبر مننا ولا ما نعرفوش بنقول له في جيتس اينن. هو بيرد بيقول لنا دانك جوت او نيشت زو جوت او شلم. طبعا بعد ما بنسأله على صحته هو بيرد علينا بواحد من الثلاثة دول او بأي رد تاني. الطبيعي بنسأله انت عندك ايه، اللي هي معناها بالالماني فاس هاست دو. يرد علينا يقول لنا ايش هاب فيبر اودر جريب كوبفيش ميرتسن، اي مرض من الامراض اللي احنا هنشرحها كمان شويه. او في طريقه تانية ممكن نساله ونقول له فاس توت في او تون في. وطبعا احنا عارفين الفرق بين توت في وتون في. توت بنستخدمها مع المفرد وتون بنستخدمها مع الجمع. يعني لو انا بساله ايه الحاجه اللي بتؤلمك بقول له فاس توت في، ولو في كذا حاجه بتؤلمه بقول له ايه الحاجات اللي وجعاك اسمها فاس تون في. يرد عليا مثلا ويقول لي ماين كوبف توت مير في، او مثلا ممكن يرد عليا ويقول لي ماين هند تون مير في. احنا دلوقتي هنشوف قدامنا فعل كده منفصل اسمه أوس زين. الفعل أوس زين ده ترين بار، يعني إحنا لما بنستخدمه في الجملة بناخد الجزء الأول اللي هو أوس بنحطه في نهاية الجملة وبنصرف الجزء الثاني اللي هو زين على حسب الفاعل. والفعل ده إحنا بنستخدمه أحيانا في السؤال عن الحال. أنا ممكن أسأله أقول له في زيت داين فوس أوس، يعني كيف تبدو قدمك. يرد علي ويقول لي ماين فوس زيت ديك أوس، يعني قدمي تبدو متورم. بعد ما أنا بسأل على الصحة والحال وبعرف عنده إيه، في تعبيرات كده بنقولها له زي مثلا اللي قدامنا على الشاشة جوتر بيسارون، يعني ألف سلامة. أو أقول له مثلا جيهت سوم آرتس أو بلايبت سو هاوس، اذهب للطبيب أو أمكس في المنزل. إحنا دلوقتي هنشوف أهم الكلمات اللي جت في الدرس الأولاني اللي هي بتتكلم عن ديكور بارتايلة. ديكور بارتايلة اللي هي أجزاء الجسم دي، في منها المذكر اللي أداته دير زي ما احنا شايفين كده، اللي هم arm فوس finger كوبف هالس بوخ ركن مون اتصان. دي كل الكلمات اللي في أجزاء الجسم اللي وردت عندنا في الدرس وأداتها دي. في كمان كلمات محايدة أداتها دس، اللي هي هار وأور وأوج وجزشت أون باين. نشوف الكلمات المؤنثة اللي هي كلمة هاند وكلمة ناظر. في بعض الصفات بنستخدمها غالبا مع أجزاء الجسم، يعني مثلا عندنا روت أحمر، ديك متورم، كرانك مريض، جي بروخن مكسور، مودة مرهق، هايس سخ، كالت يعني بارد. يعني مثلا أنا بقول داين أو داين أوجن زند روت، عيناك محمرة. أو أقول له داين فوس استدك، يعني قدمك متورمة. هنشوف احنا دلوقتي كلمة دي كرانك هايتن اللي هي الأمراض. كرانك هايتن دي احنا عشان نعرف الأمراض بناخد أي جزء من أجزاء الجسم بنحس فيه بألم، زي مثلا كوبف أو هلس أو بوخ، وبنضيف له كلمة
ديرش ميرتسن، وبيبقوا كلمة واحدة. يعني مثلا لو أنا عندي صداع ألم في الرأس بقول إيش هابه كوبف شميرتسن. طبعا كل الأمراض دي اللي بنلحق بيها كلمة شميرتسن بتكون أداتها دير، لأن إحنا بناخد دايما أداة الكلمة الأخيرة مع الأسماء المركبة. يعني مثلا دير كوبف شميرتسن، دير هالس شميرتسن، دير باوخ شميرتسن. في بعض الأمراض ما بناخدش معاها كلمة شميرتسن، زي دي جريب انفلونزا او دي اركيلتونج نزلة البرد، او داس فيبر حمى، او مثلا في الفعل هوستن اللي هو معناه يكح او يسعل. نروح بعد كده لافعال كده جت في الدرس ده مهمة جدا، دايما بتيجي في الالتاكس زيتو اتسيوني. يقول لك دو براوخست اينن ترمين فراي بايم ارتست، انت محتاج ميعاد فاضي عند الدكتور. فبتيجي الافعال دي اللي احنا شايفينها على الشاشه مع الاسم دير ترمين. يعني مثلا لما اكون عايز احدد ميعاد بقول فير ايم بارن، عايز ااجل الميعاد لاي يوم تاني بقول فير شيبن اوف، لو انا عايز اغير الميعاد بقول اندر، لو عايز الغي الميعاد خالص بستخدم الفعل ابزيجن ابزاجن. وفي فعل كده اسمه فور باي كومن، يعني يمر على. يعني انا مثلا عايز اتصل بعياده الدكتور اقول له كان ايش اينفخ فور باي كومن وده موس ايش اتسو ايرست اين انترمين فير اين باري. يعني هو انا لازم ينفع اعدي على طول كده ولا لازم احجز معاه؟ احيانا ما بيكونش في عند الدكتور مواعيد فاضيه، يقول لك اس جبت كاينن ترمين فراي، مفيش ميعاد فاضي. فانا ارد عليه اقول له ابا اس است درينجن، بس الموضوع ضروري او مهم. اللي قدامنا دلوقتي كلمات مهمه وردت في الدرس برضو بنحتاجها في المواقف وبنحتاجها في الاوفزاتس. يعني مثلا لما نكون كرانك مريض، المريض جيتد سوم ارتس بيروح للدكتور، الدكتور ده بيكون يا اما في الداس كرانكن هاوس في المستشفى او الدي براكسس العياده. بعدها اير انترزوخت، هو بيفحصني وبيكتب لي داس ريتسبت اللي هي الروشتة. الروشتة دي انا بجيبها من الدي ابوتيك الصيدليه. الريتسبت الروشتة بتكون فيها يا اما دي ميديسين دواء، او داس ميديكامنت العلاج، او دي ثيرابي العلاج الطبيعي اللي هو ممكن يكون باللشت الضوء، او رايت ثيرابي العلاج بركوب الخيل. هنشوف دلوقتي مع بعض ان دير ابوتيك في الصيدليه. احنا ايه الحوار اللي ممكن يدور في الصيدليه؟ In their apotheke, frages to do, يعني انت بتسأل في الصيدلية was helped gegen Kopfschmerzen، ايه اللي ينفع لألم الرأس أو الصداع؟ طبعا احنا ملاحظين الفعل helfen بيجي معاه الحرف الجر gegen بمعنى يساعد فيه. الصيدلي بيرد ايه انتفورتت، بيقول لي مثلا نيمن زي ديزي تابلتن، يعني استخدم أو خد البرشام ده. بعدها دان جيهس دون هاوز، انا بروح البيت او انت بتروح البيت اوند فيد فيدر جيزوند، وبترجع مره ثانيه صحتك كويسه. نشوف في القواعد اللي وردت في الدرس الاول. اولهم دي بوسيسيف برونومين، ادوات الملكيه او ضمائر الملكيه. طبعا ضمائر الملكيه دي بتختلف على حسب الشخص اللي بيملك الشيء. فلو انا مثلا المالك للشيء، الحاجه ملكي انا اسمها ماي، لو ملكك انت اسمها داين، لو ملكه هو اسمها زاين، لو ملكها هي او ملكهم هم او ملك حضرتك اسمهم اير، لو الحاجه بتاعتنا احنا كلنا اسمها انظر، ولو بتاعتكم انتوا اسمها اوير. وزي ما انتوا شايفين ان اي اداه من ادوات الملكيه ممكن يضاف لها حرف الايه، يعني بدل ماين تبقى ماينه، بدل داين تبقى داينه او زاينه او ايره. امتى بنستخدم
أداة الملكية اللي بيبقى آخرها حرف الإيه، ده بنستخدمها لما يكون الحاجة اللي أنا بملكها مؤنثة أو جمع. زي المثال ده، أنا بقول مثلا ماينه هاند است ديك اودر ماينه هند تون في، أو إيدي يؤلمون. طيب أحيانا أدوات الملكية دي بتيجي مع الأكوزاتيف المفعول به، فبدل ما يبقى اسمها ماين يبقى اسمها ماينن أو داينن أون زو فايتر، ده في حالة المفعول به. يعني مثلا أنا بقول إيش بزوخة ماينن أونكل، إحنا خدنا ماينن اللي آخرها أي إن عشان أونكل ده أكوزاتيف أوبيكت، يعني مفعول في حالة الأكوزاتيف. المثال الثاني بقول مثلا منى ليبت ايرن فاتر، منى تحب والدها، وطبعا ضفنا لها اي ان عشان والدها مفعول في حاله الاكوزاتيف. ندخل على القاعده اللي بعد كده اللي هي المضال فيربن، اللي هي افعال الكيفيه المساعده او الافعال الناقصه. الافعال دي زي شتين ان دير زبايتن بوزيسيون، هي دايما بتبقى رقم اثنين في الجمله. On the das infinitive kommt am Ende، والفعل في المصدر بيجي دايما في اخر الجمله. زي مثلا wir wollen ins Kino gehen، نحن نريد ان نذهب الى السينما. الفعل wollen الفعل المساعد ده جه في المركز الثاني، وفي اخر الجمله الفعل gehen في المصدر. مثال ثاني ich kann gut deutsch sprechen، انا استطيع أنا أتحدث الألمانية جيدا. الفعل كونن جه في المركز الثاني، صرفناه مع الفاعل، وفي آخر الجملة جبنا الفعل في المصدر. آدي شكل التصريف بتاع المضال فيربن مع كل الضمائر. المضال فيربن دول إحنا درسناهم في أولى وفي ثانية وفي ثالثة. كان عبارة عن الفعل فولن يريد، أو مشتن يعني يرغب أو يود، كنن يستطيع، مسن يجب، دورفن يعني يسمح، وزولن يعني ينبغي. وزي ما انتم شايفين في الجدول إن احنا بنصرف الفعل الناقص اللي هو فولن أو مشتن أو كنن مع إيش وإير وإس وزي نفس التصريف. يعني أقول إيش فيل وإير فيل وزي فيل، إيش كان إير كان زي كان، وهكذا. لما نيجي نصرف الأفعال دي مع الضمير دو بنضيف لها ST، نقول دو فالست دو موست دو دارفست. لما نصرفها مع فير وزي وزي بيرجع الفعل زي ما كان فولن ومشتن كونن، ولما نصرفها مع إير بنحط للفعل تي، يبقى إير فولت إير مشتت إير كنت، وهكذا. دلوقتي عايزين نعرف ايه الفرق بين الفعل مسن والفعل زولن. الفعل مسن معناه يجب، وزولن يعني ينبغي. من حيث اللغة العربية قد يكون المعنى متقارب، بس في الألماني الموضوع مختلف شوية. يعني الفعل مسن معناها ان انا يجب اعمل حاجة من نفسي من غير ما حد يقول لي عليها، فيها ضرورة ولازم اعملها من نفسي. انما الفعل زولن بنستخدمه لما يكون فيه تكليف او نصيحة من حد تاني ليا، وانا اعمل بيها او ما اعملش. المثال اللي قدامنا هيوضح لنا الكلام ده. يعني مثلا مورجن هابي ايش اينن تيست، بكره انا عندي امتحان. يبقى ايش موس ليرنن، انا لازم اذاكر من نفسي، الضروره بتحتم عليا ان انا اذاكر. انما في المثال الثاني بنقول مورجن هابي ايش اينن تيست، بكره انا عندي امتحان. ماين فاتر زاكت، والدي بيقول، أو دير ليرر هاب جزاكت، أو المعلم قال، إيش زول ليرنن، إن أنا لازم أذاكر. ودلوقتي هنشوف بعض الجمل على القواعد دي. فيلي داس ريشتيج فورت أوس، اختر الكلمة الصحيحة. نمرة أينس، ندى هات كريبل، زين ولا إير ولا ماين هالس توتفي، ندى عندها انفلونزا وحلقها يؤلمها.
طبعا ندى يعني هي، والاجابه هتكون ضمير الملكيه بتاعها اسمه اير. نشوف الجمله اللي بعدها. ايش بين كرانك، انا مريض. يبقى زاينة ولا اير ولا ماينه هاند توت في؟ ايوه صح، الاجابه ماينه هاند توت في. الجمله اللي بعدها، فراو باور، اير ولا اير ولا داينه فوس زيت يا شلم اوس؟ نشوف الاجابه الصحيحه اللي هي اير فوس. رقم 4، حاتم كان نشت جوت ليزن. حاتم ما بيعرفش، ما يقدرش يقرا كويس عشان اوجن زنترو، عيني محمره. يبقى زاين ولا زاينه ولا زاينه؟ نشوف مع بعض الاجابه، زاينه، وخدنا زاينه عشان اوجن دي كلمه جامده. الجمله اللي بعدها، ايش كان نشت فوسبال شبيلن، انا ما اقدرش العب كوره. زاين ولا اير ولا ماين؟ باين توت في. طبعا انا بتكلم عن نفسي، يبقى الاجابه الصحيحه ماين. الجمله اللي بعدها، هير مراد فراو است ارتستن، يعني مدام السيد مراد طبيبة. إير ولا إير ولا زاينر براكسس است اندرنيه؟ هنشوف عيادتها في مكان قريب، يبقى الإجابة إير براكسس. الجملة اللي بعد كده، نادر تريفت هويته ام كلوب، إير ولا زاينه ولا زاينن فرويند؟ أنا بتكلم عن نادر يعني عنه هو، يبقى الإجابة الصحيحة زاينة فرويند. فراو مونا أوند هير أم زند فير هيراتل، السيدة مونا وسيد عم متزوجين. كنت است أين يار، أنا عايز أقول إن ابنهم عنده سنة. يبقى زاين ولا إير ولا ماين؟ الإجابة إير كنت عشان ابنهم هم. الجملة اللي بعدها، نمستدو داين ولا داينة ولا داينن باس ميت؟ طبعا باس جواز السفر، ده مذكر وفي نفس الوقت في موقع الأكوزاتيف، فاحنا هنختار داينن. الجملة اللي بعدها، دينا هات هويته زيكس اونترشت ستوندن، دينا عندها 6 حصص النهارده. يبقى الهاوس اوف كابن، الواجبات بتاعتها زندفيل، الواجبات بتاعتها كتير. الاجابه هتكون ايرا. نوما الف، منى اند اسامه، فو است اير ولا اير ولا ايرن هاوس؟ طبعا كلمة هاوس أداة هدص، يبقى هنختار اير هاوس. نمرة 12، في جيتس دينا، كيف حال دينا؟ نش سو جود، ليست بخير. اير ولا اير ولا ايرن هالس توت فين؟ حلقها يؤلمها. الإجابة إير هالس. نمرة 13، كندا في هايست أونزا ولا أويغ ولا أويا ليرارن؟ ردوا قالوا فراو هيلين، يا ولاد إيه اسم المدرسة بتاعتكم؟ طبعا ليرارن دي مؤنثة، تبقى الإجابة أويغ. نما في تسين، هير عادل فار جسترن ان دير براكسس، السيد عادل كان امبارح في العياده. دير ارتست هات اير
ولا زاينه ولا زاين اوجن اونترزو. الدكتور فحص عينيه وطبعا اوجن دي جمع، يبقى الاجابه زاين. فهمت سي؟ فراو مولا شغايبن سي بيت داين ولا ايره ولا داين ادرس؟ طبعا انا بكلمها بصيغه احترام، يبقى الاجابه هتكون ايره. نما زيشت سين دو دارفست ولا موست ولا زولست هير نشتراوخن؟ انت ما تدخنش هنا، اسست فيربوتن، ده ممنوع. الاجابه هتكون دارفست. زي بتسين زنت ولا هابن ولا كنتن زي مير بيت دين فلوج ناخ برلين بوخن؟ طبعا الفعل بوخن في اخر الجمله في الانفينيتيف، يبقى لازم نستخدم معاه فعل من الافعال المضال فيربن او الافعال اللي بتتعامل معامله المضال فيربن، فهنختار الفعل كنتن. اختت سين دارف ولا موس ولا زول ايش زي ادفاس فراجن؟ يعني انا اسال حضرتك حاجه؟ قالوا يا جرن، نعم بكل سرور. يبقى هو بيطلب منه الاذن، يبقى دارف ايش ادفاس فراجن. نوين اتسين هرام فيردن زي لانجزام شبرشت ولا شبرشن ولا كشبروكن؟ يعني يا سيد عم، هل لا تكلمت ببطء شوية؟ وطبعا الفعل فوردن بيعامل معاملة المضال فيربن، فهنختار معاه الفعل في الانفينيتيف اللي هو expression. It's vanish. Der artist sagt. الدكتور بيقول. داليا زولت ولا زولن ولا زول كاينن كافي ترينكن؟ طبعا تصريف الفعل زولن مع داليا هو نفس تصريفها مع ايش بالظبط، يبقى داليا زول. اين اونت فانسش هاني زولت ولا زولن ولا زول زاينت سيما او فرويمن؟ طبعا هاني بيعامل معاملة ايش، يبقى برضو هاني زول. اتسفاي اونت فانسش Der Artist sagt, الدكتور بيقول دي أوما soll täglich eine Stunde spazieren geht ولا spazieren gegangen ولا spazieren gehen؟ طبعا الفعل زولن لازم يجي معاه انفينيتيف في الآخر، يبقى الإجابة spazieren gehen. Drei und zwanzig. Ihr Mann soll ولا sollt ولا sollen viel trinken hat der artist gesagt. يعني جوز حضرتك لازم يشرب ميه كتير، الدكتور بيقول كده، وطبعا هنصرفها كاننا بنصرف ايش بالظبط، يبقى زول. 24 منال زول مورجن mit herrn weber sprechen ولا spricht ولا gesprochen؟ طبعا لازم نستخدم الانفينيتي. 25 ام 6 اور زولن ولا زول ولا زولت ماينه إلتر ام فلوغ هافن زاين؟ يعني الساعه 6 بالظبط لازم يكون والدي في المطار. احنا هنصرف الفعل زولن مع ماينه إلتر، هتبقى الاجابه زولن. 26 Sagen Sie Frau Kern, Sie kann ولا soll ولا will morgen kommen. Es ist dringend. يعني قولي حضرتك لمدام كارن ان هي بكره تيجي، الموضوع مهم، يبقى Sie soll. دلوقتي احنا هنشوف مع بعض
أهم الألتاز زيتو أتسيونين اللي وردت في الدرس الجيزوندهايت، ونشوف مع بعض إحنا هنعمل إيه. سؤال الألتاز زيتو أتسيونين بيعتمد بشكل كبير على الكلمات والتعبيرات اللي في الدرس، وهنشوف قدامنا دلوقتي أول زيتو أكسيون هير عادل هاتروكن شمرتس، سيد عادل عنده ألم في ظهره. يبقى إيش هابي شتارك روكن شمرتس؟ أنا عندي ألام حادة في ظهري، ولا ماي روكن توت في، ولا ظهري يؤلمني، ولا أنا أقول له أو توت مير لاي؟ طبعا الإجابة هقول له أو توت مير لاي، يعني يؤسفني. بعدها زي مشتن اينن ترمين بايم ارتست اندر، انت عاوز تغير الميعاد عند الدكتور. اقول ايش براوخ اينن ترمين، انا محتاج ميعاد، ولا مص ايش اينن ترمين هابن، ولا هل يجب ان انا احصل على ميعاد، ولا كان ايش تن ترمين اوف مورغن فرشيبن، يعني ممكن انا اغير الميعاد لحد بكره. الاجابه هتكون كان ايش دين ترمين اوف مورغن فرشيبن. نمط غار زي فراغن، حضرتك بتسال فاس زول ايش ماخن، ماذا ينبغي علي ان افعل؟ يبقى زي جيبن اينن رات، حضرتك بتدي نصيحه، ولا زي بيتن أمرات، حضرتك بتطلب نصيحة، ولا زي فيسن ألس، حضرتك تعرف كل حاجة. طبعا الإجابة هتكون زي بيتن أمرات، حضرتك بتطلب النصيحة. نوما فيه موس دين ترمين أبزابن، أنا لازم ألغي الميعاد. يبقى ده معناه زي كونن نشت تسوم أرتست ترمين كومن، يعني حضرتك مش هتقدر تروح لميعاد الدكتور، ولا زي براوخن أينن ترمين، حضرتك محتاج ميعاد، ولا زي مشتن دين ترمين إندر، حضرتك عاوز تغير الميعاد. طبعا أنا لازم ألغي الميعاد معناها إني مش هقدر أروح خالص، يبقى زي كونن نشت تسوم أرتست ترمين كومن. يماند هات شتارك شمرتس، شخص ما عنده ألام شديدة. أقول له جيت سوم أرتست، اذهب للطبيب، ولا أقول له إيش بن فيدر جزوند، ولا أنا رجعت كويس، ولا ماين باوخ توت في، بطني تؤلمني. طبعا أتمنى له الشفاء وأقول له جيه دوخت سوم أرتست، يعني اذهب للطبيب. نوما زيكس تون داين أورن نوخ في، يعني هل ما زالت أذنيك تؤلمك؟ يبقى أين فرويند كانشت جود زيهم، صديقك لا يستطيع أن يرى جيدا، ولا أين فرويند كان زير جود هورن، صديقك يستطيع أن يسمع كويس، ولا أين فرويند هات أورن شميرتسن؟ يبقى أين فرويند هات أورن شميرتسن، عنده ألام في ودانه، وأنا بسأله هي لسه الألام دي موجودة ولا لا. نوما زيبن يمان ديزاكت، شخص يقول داينا هاند زيت زو شليم أوس، يعني يدك تبدو بحالة سيئة. يرد علي يقول لي يا استوت اوخ زير في، ولا يا ارتوت اوخ زير في، ولا يا زيتوت اوخ زير في. ايه الفرق بين الثلاث اختيارات؟ الفرق ان انا بشوف كلمة هند هي مذكر ولا مؤنث ولا محايد، وعلى اساسها بختار. طبعا هو مكتوب دايني هند، يعني هي مؤنثة، فاحنا هنختار الاخيرة اللي هي يا زيتوت اوخ زير في. نمرة 8 ماينا أوجن تون في،
عينيا تؤلمني. ده معناه ان حضرتك زي هابن كاينة اوغن شمرتسن، حضرتك ما عندكش الام في عينيك، ولا زي كونن نشت ليزن يعني حضرتك ما بتقدرش تقرا، ولا زي زين جوت انت شايف كويس. طبعا زي كونن نشت ليزن. نمرة 9. او شميت زاد، سيدة شميت تقول ام 9 اور هابي ايش نوخ اينن ترمين فراغ، الساعة 9 انا لسه عندي ميعاد فوق. يبقى حضرتك زي مشتن اينن ترمين ابزاغن، حضرتك عاوز تلغي الميعاد، ولا فراو شميت استكرانك، السيدة شميت مريضة، ولا ممكن تقول لها داس باست لايدر نشت، يعني هذا لا يناسب. انسب اجابة ان انا اقول لها داس باست لايدر نشت، يعني ده مش مناسب بالنسبة لي. نمرة 10. داس هيلفت جيجن دي شمارتسن، هذا يساعد في الألم. يبقى زي هابن شتارك شمارتسن، حضرتك عندك ألام حادة، ولا زي فراغ ناخدير ميديتسين، حضرتك بتسأل عن الدواء، ولا اين فرويند هات شتارك شمارتسن، يعني صديقك عنده ألام حادة. ده معناه انك انت بتسال زي فراغ النخ، حضرتك اين فرويند هات شتارك شميرتن، حد صاحبك عنده الم، فانت هتدي له الدواء وتقول له داس هيلفت جيجن دي شميرتن. نمرة 11. اين فرويند زاكت، صديق يقول ماين فاتا هات فيبر، والدي عنده حمى. اقول له جوت زو، ولا او جوت بيسارو، ولا بس هاتسي. طبعا لما بيكون حد تعبان احنا بنقول له جوت بيسر. واتس فولف بايم ارست جبت اس هويت كاينه ترمين فرا، عند الدكتور مفيش مواعيد النهارده فاضي. اقول اسست ابا درينجنت، بس الموضوع ضروري، ولا ايش كان هويت مش كومن، ولا انا مش هقدر اجي النهارده، ولا هابن زي هويت اينن ترمين فراي. طبعا الاجابه هتكون اسست ابا درينجن، يعني الموضوع ضروري. نومد رايت سين زي فراجن بايم ارتست نخ اينن ترمين، حضرتك بتسال عند الدكتور عن ميعاد. هويت ام 12 النهارده الساعه 12، ولا تقول هابن زي هويت اينن ترمين فراي، حضرتك عندك ميعاد فاضي النهارده، ولا تقول ايش كان هويت نشت كومن، انا مش هقدر اجي النهارده. طبعا احنا هنقول هابن زي هويت اينن ترمين فراي، يعني هل عند حضرتك النهارده موعد فاضي. نمرة 14 زي فراجن، حضرتك بتسال واس هيلفت جيجن فيبر، ايه اللي ينفع للحمى. ده معناه ان حضرتك هابن كاين فيبر، ما عندكش حمى، ولا زي فراغ النخدر ميديتسين، حضرتك بتسأل عن الدواء، ولا يمن دي فراغ، شخص يسأل عن الميديكامنتن الأدوية. طبعا الإجابة هتكون إن حضرتك بتسأل عن الدواء، زي فراغ النخدر ميديتسين. وما فهمتسين إير فرويند استكرانك، صديقك مريض، اون زي فراغ ناخدير شميرتسن، ناخدين شميرتسن، شميرتسن حضرتك بتسأل عن الألام اللي عنده. تقول له إيش هاب باوخ شميرتسن، أنا عندي ألم في البط، ولا ماين باين توت في، ولا فاست توت في. طبعا لما أكون بسأل عن الشميرتسن الألام هقول له فاست توت في، ماذا يؤلمه. نما زيخت سين زين ذا كرانك، حضرتك مريض، اوند دير ارتست فراكت، والدكتور بيسالك ناخ دي مش مرتن عن الالم اللي عندك. يبقى باس توت في، ولا ماين فوس توت في، ولا هابن زي شمرتن. نركز مع بعض، حضرتك مريض والدكتور بيسالك عن الالم بتاعتك، الالم اللي عندك، فانت هتقول له ماين فوس توت في، يعني قدمي تؤلمني.
نوما زيبتسين. ريموند فرات شخص يسأل فاروم جيهن زي تسوم كرانكنهاوس، لماذا تذهب إلى المستشفى؟ أرد وأقول له إيش هابي كوبفش ميرتسن، أنا عندي صداع، ولا هير مولر جيت تسوم كرانكنهاوس، السيد مولر يذهب إلى المستشفى، ولا إيش بن في دار جزوند، ولا أنا خلاص بقيت كويس. طبعا لما حد يسألني أنت رايح للمستشفى بقول له إيش هابي كوبفش ميرتسن. نمرة 18 بيتر سروكن توت في بيتر ظهره بيؤلمه اند فراكت ناخدير ميديتسين وبيسأل عن الدواء. أقول له داس هيلفت كيكن شمارتسن، ده هينفعك للألم اللي عندك، ولا فاس زول إيش نيمن، ماذا ينبغي أن أخذ، ولا إيش نيمة تابلتن، أنا هاخد برشام. يبقى بيتر عنده ألم وبيسأل عن الدواء، فيقول فاس زول إيش نيمن، ولا هيقول داس هيلفت جيجن شميرتسن، ولا إيش نيمة تابلتن، اللي جابه هتكون داس هيلفت جيجن شميرتسن، يعني ده هينفع للألم اللي عنده. آخر جملة معانا في الزيتو أرسيونن بتقول زي ماخن أين ثيرابي، حضرتك هتعمل علاج طبيعي اوند فراج ناخدين بيجن، وبتسال عن بدايه دوره العلاج هتبدا امتى. نقول فو ماخس تدو دي ثيرابي، اين هتعمل العلاج الطبيعي، ولا نيكست فوخه الاسبوع القادم، ولا فان فينج دي ثيرابي ان، متى يبدا العلاج الطبيعي. الاجابه هتكون فان فينج دي ثيرابي ان، متى تبدا دوره العلاج الطبيعي. وبكده أبنائي الطلبة والطالبات نكون انتهينا من الدرس الأول اللي هو ديجي زوند هايت، وإن شاء الله على موعد الأسبوع القادم مع درس جديد من دروس الصف الثالث الثانوي. وكان معكم مستر أحمد سليم، وإلى اللقاء. الو 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 ايوه يا مستر. ايوه انا كده خلصت يا فندم. كده خلاص يعني؟ تمام. طيب تمام ماشي. انا هعمل مغادرة كده يا فندم ولا ايه؟ خلاص تمام يا مستر. ماشي يا فندم. ماشي.